عمرو بن الجموح زعيم من زعماء يثرب في الجاهلية وسيد بني سلمة وواحد من أجود المدينة وذوي المرؤة فيها. قد كان من شأن الأشراف في الجاهلية أن يتخذ كل واحد منهم صنما لنفسه في بيته ليتبرك به عند الغدو والرواح وليذبح له في المواسم وليلجأ إليه في الملمات. وكان صنم عمرو بن الجموح يدعى مناه، وقد اتخذه من نفيس الخشب، وكان شديد الإسراف في رعايته والعناية به. وكان عمرو بن الجموح قد جاوز 60 من عمره حين بدأت أشعة الإيمان تغمر بيوت يثرب بيتا فبيتا على يد مصعب بن عمير، فآمن على يديه أولاده الثلاثة معوذ ومعاذ وخلاد، وآمنت مع أبنائه الثلاثة أمهم هند وهو لا يعرف عن أمرهم شيئا. رأت هند زوجة عمرو بن الجموح أن يثرب غلب على أهلها الإسلام، وأنه لم يبقى من السادة الأشراف أحد على الشرك سوى زوجها ونفر قليل معه، وكانت تحبه وتجله وتشفق عليه أن يموت على الكفر فيصير إلى النار. وكان هو في الوقت نفسه يخشى على أبنائه أن يرتدوا عن دينهم وعن دين آبائهم وأجدادهم وأن يتبعوا هذا الداعية مصعب بن عمير الذي استطاع في زمن قليل أن يحول كثيرا من الناس عن دينهم وأن يدخلهم في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لزوجتي: يا هند، احضري أن يلتقي أولادك بهذا الرجل حتى نرى رأيا فيه. فقالت: سمعا وطاعة، ولكن هل لك أن تسمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل؟ فقال: ويحك، وهل صبأ معاذ عن دينه وأنا لا أعلم؟ فأشفقت المرأة الصالحة على الشيخ وقالت: كلا، ولكنه حضر بعض مجالس هذا الداعية وحفظ شيئا مما يقول. فقال: ادعوه إلي. فلما حضر بين يديه قال: أسمعني شيئا مما يقول هذا الرجل. فقرأ عليه سورة الفاتحة فقال: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، أو كل كلامه مثل هذا؟ فقال معاذ: وأحسن يا أبتاه، فهل لك أن تبايعه؟ فقومك جميعا قد بايعوه. سكت الشيخ قليلا ثم قال: لست فاعلا حتى أستشير مناه فأنظر ما يقول. فقال له الفتى: وما عسى أن يقول مناه يا أبتاه وهو خشب أصم لا يعقل ولا ينطق. فقال الشيخ في حدة: قلت لك لن أقطع أمرا دونه. ثم قام عمرو بن الجموح إلى مناه، وكانوا إذا أرادوا أن يكلموه جعلوا خلفه امرأة عجوز فتجيب عنه بما يلهمها إياه في زعمهم، ثم وقف أمامه بقامته الممدودة واعتمد على رجليه الصحيحة، فقد كانت الأخرى عرجاء شديدة العرج، فأثنى عليه أطيب الثناء ثم قال: يا مناه، لا ريب أنك قد علمت بأن هذا الداعية الذي وفد علينا من مكة لا يريد أحدا بسوء سواك، وأنه إنما جاء لينهانا عن عبادتك، وقد كرهت أن أبايعه على الرغم مما سمعته من جميل قوله حتى أستشيرك، فأشر عليه. فلم يرد عليه مناه بشيء، فقال: لعلك قد غضبت وأنا لم أصنع شيئا يؤذيك بعد، ولكن لا بأس، فسأتركك أياما حتى يسكت عنك الغضب. كان أبناء عمرو بن الجموح يعرفون مدى تعلق أبيهم بصنمه وكيف أنه غدا مع الزمن قطعة منه، ولكنهم أدركوا أنه بدأت تتزعزع مكانته في قلبه وأن عليهم أن ينتزعوه من نفسه انتزاعا، فذلك سبيل إيمانه. وفي الليل حملوه من مكانه وذهبوا به إلى حفرة يرمون فيها أقذارهم وطرحوه هناك، وعادوا إلى بيوتهم دون أن يعلم بهم أحد. فلما أصبح عمرو إلى صنمه ليحييه فلم يجده، فقال: ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة. فلم يجبه أحدا بشيء، فطفق يبحث عنه في داخل البيت وخارجه وهو يتهدد ويتوعد حتى وجده منكسا على رأسه في الحفرة، فغسله وطهره وطيبه وعاده إلى مكانه وقال: أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزيته. فلما كانت الليلة الثانية عدا الفتية على مناه ففعلوا فيه مثل ما فعلهم بالأمس، وما زال الفتية يفعلون بالصنم مثل ذلك كل يوم. فلما ضاق بهم ذرعا راح إليه قبل منامه وأخذ سيفه فعلقه برأسه وقال له: يا مناه، إني والله ما أعلم من يصنع بك هذا الذي ترى، فإن كان فيك خير فادفع الشر عن نفسك وهذا السيف معك،
ثم أوى إلى فراشه، فمن استيقن الفتية من أن الشيخ قد غط في نومه حتى هبوا إلى الصنم، فأخذوا السيف من عنقه وذهبوا به خارج المنزل وقرنوه إلى كلب ميت بحبل، وألقوا بهما في بئر تسيل إليها الأقدار وتتجمع فيها. فلما استيقظ الشيخ ولم يجد الصنم خرج يلتمسه، فوجده مكبا على وجهه في البئر مقرونا إلى كلب ميت وقد سلب منه السيف، فلم يخرجه هذه المرة من الحفرة، ولما تركه حيث ألقوه، ثم ما لبث أن دخل في دين الله. تذوق عمرو بن الجموح من حلاوة الإيمان ما جعله يعض بنان الندم على كل لحظة قضاها في الشرك، فأقبل على الدين الجديد بجسده وروحه، ووضع نفسه وماله وولده في طاعة الله ورسوله، وما هو إلا قليل حتى كانت أحد. فرأى عمرو بن الجموح أبناءه الثلاثة يتجهزون للقاء أعداء الله، ونظر إليهم وهم يتوهجون شوقا إلى نيل الشهادة والفوز بمرضات الله، فأثار الموقف حميته وعزم على أن يغدو معهم إلى الجهاد، لكن الفتية أجمعوا على منع أبيهم مما عزم عليه، فهو شيخ كبير طاعن في السن، وهو إلى ذلك أعرج شديد العرج، وقد عذره الله عز وجل في من عذرهم. فقالوا له: يا أبانا، إن الله عذرك، فعلام تكلف نفسك ما أعفاك الله منه. فغضب الشيخ من قولهم أشد الغضب، وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوهم، فقال: يا نبي الله، إن أبنائي هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن هذا الخير لأني أعرج، والله إني لأرجو أن أطع بعرجتي هذه الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبنائه: دعوه، لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة. فخلوا عنه إزعانا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما إن أزف وقت الخروج حتى ودع عمرو بن الجموح زوجته وداع مفارق لا يعود، ثم اتجه إلى القبلة ورفع كفيه إلى السماء وقال: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا. ثم انطلق يحيط به أبناءه الثلاثة وجموع كبيرة من قومه، ولما حمي وطيس المعركة وتفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد يمضي في الرعيل الأول ويثب على رجليه الصحيحة وثبا وهو يقول: إني لمشتاق إلى الجنة، إني لمشتاق إلى الجنة. وكان وراءه ابنه خلاد، وما زال الشيخ وفتاه يجالدان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خر صارعين شهيدين على أرض المعركة، ليس بين الابن وأبيه إلا لحظات، وما إن وضعت المعركة أوزارها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد لواريهم، فقال لأصحابهم: خلوهم بدمائهم وجراحهم فأنا الشهيد عليهم. ثم قال: ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما، اللون كلون الزعفران والريح كريح المسك. ثم قال: ادفنوا عمرو بن الجموح مع عبد الله بن عمرو، فقد كان متحبين متصافين في الدنيا. رضي الله عن عمرو بن الجموح وأصحابه من شهداء أحد، ونور لهم في قبورهم. العبرة اللي ممكن ناخده من قصة عمرو بن الجموح هي حب الجهاد، وإزاي الصحابة كانوا بيشوفوا القتال في سبيل الله. ربنا سبحانه وتعالى وصف الصحابة بأن هم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. ده كان حال الصحابة، إن هم فاهمين إن الجهاد هو مش هدفه تحرير أرض، ومش هدفهم الانتقام، ولكن كان هدفهم هو إعلاء كلمة الله، بينصروا الدين، بينصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. هدفهم هو نشر الدعوة، وهدفهم هو محاربة من يمنعهم عن نشر الدعوة. كانت النية عند الصحابة هي رفع كلمة لا إله إلا الله لإعلاء دين الله، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى تقبلهم من الشهداء، والله سبحانه وتعالى ثبت الأقدام ورزقهم بالجنة اللي هي كانت شغفهم. لو تلاحظوا كده معايا إن كل الصحابة لغاية دلوقتي اللي احنا ذكرناهم كلهم عندهم شغف واحد بس اسمه الجنة. أول ما بيدخل في الإسلام بيبقى عينه على الجنة، بيحب الدين، بيبقى عايز يساهم في نشره، بيحب إن هو يدافع عن المسلمين. يعني ما عندهمش فكرة حظ نفس، ولا فكرة أصلا تهدي بيتي فأنا لازم أنتقم، أو أنتوا قتلتوا عيالي فأنا لازم أنتقم، كانش عدفهم الكلام ده خالص. فبالتالي لما كانوا بيستعدوا للجهاد كانوا بيبقوا فرحانين، وبيبقوا عارفين إن هم هيبقوا شهداء. فإحنا لازم يبقى عندنا العقيدة دي، عقيدة احنا هنموت، وان مش شغفنا ابدا هو الرحراحة والسفر برا والمتعة والخروج والفسح،
واني اتجوز واخلف وافرح كده باولادي واطلعهم دكاتره ومهندسين او ان انا اكون غنيه والبس احسن لبس واكل احسن اكل. لا يا جماعه، مش ده حال المسلمين اصلا، مش هو ده هدف المسلمين. بيبقى هدفه انه يتعلم دينه ويتعلمه، بيبقى هدفه انه يخدم دينه باي حاجه. لو كان تاجر يتصدق وينفق ويشغل الناس ويساعد الارامل، ولو كان طالب يذاكر ويجتهد عشان ينفع الامه، ولو كان يعني في أي مركز عينه دايما على الإسلام، عينه دايما على الأمة الإسلامية، عينه دايما على الدين ونشر الدين. بس الصحابة كان لما واحد فيهم بياخد له ضربة كده وبيموت فيها، هو بيموت بيقول إيه؟ بقول فوزت ورب الكعبة. الصحابة كانت فاهمة الشهادة كده، كانوا فاهمين إن الجهاد ده هو بوابة الجنة، أسرع طريق ممكن يوصلهم للجنة هو الشهادة. فمين يزعل؟ احنا دلوقتي زعلانين على اخواتنا في فلسطين عشان احنا بعيد، انما هم مش كده، مش ده حالهم. هم طالما قاعدين في ارض القدس دول اسمهم المرابطين، هم عارفين ان كل واحد فيهم شهيد، وعارفين ان اهاليهم شهداء، والست بتولد ابنها وهي عارفة انها بتخلف شهيد. الدموع اللي انت بتشوفيها دي بس يعني هي دموع الطبيعية الانسانية البشرية يعني، والناس اللي بيحزنوا عليهم احنا نحزن، كويس احنا متعلمين، وكويس ان احنا لسه فينا نخوة، كويس ان لسه اخواتنا بيطلعوا في مظاهرات، وكويس ان احنا لسه بنتكلم اصلا عنهم. بس المهم نتكلم عنهم ازاي، مش عايزين بقى نتكلم عنهم ان هم يعيني طردوهم من بيوتهم، يعيني مساكين، لا مش عايزين نتكلم بالطريقة دي. احنا عايزين نتكلم بدول اخواتنا المرابطين اللي بيحافظوا على المسجد الاقصى، وجزاهم الله عنا وعن الاسلام خير. ده كان فرض كفاية وهم قاموا بيه، واحنا اللي يقدر يساعد باي حاجة يساعد، اللي يقدر يتبرع باي حاجة يتبرع، اللي يقدر واقل حاجة ممكن نعملهم هو ان احنا ندعي. هم ما يتصحبش عليهم على فكرة، احنا اللي يعني نصب على نفسنا، احنا اللي شفنا وما نصرناش اخواتنا، يعني احنا اللي مساكين على فكرة، مش هم المساكين. احنا اللي مساكين اللي عايشين الدنيا كده ومقضيينها ومش شغلين دماغنا لا بقدس ولا بمسجد ولا بحاجة، وعايشين طبعا في امان لنعم من ربنا برضو. بس احنا قد بعضنا يلام وقد كلنا نلام اذا ما دعناش. فلكن هم ما تخافش عليهم ولا يتزال عشانهم. احنا لما نشوفهم هم بيموتوا شهداء، دي نعمة كبيرة قوي من ربنا، نعمة كبيرة قوي من ربنا. الشهيد مش زي اي حد، الشهيد مجرد ما بيموت بيدخل الجنة في نفس اللحظة، في نفس اللحظة، وكأنه خرج من باب ودخل باب. لكن مين هو الشهيد؟ لما بيقولوا في شهيد دنيا وشهيد اخرة، طيب مين اللي بياخد المكان الكبير؟ شهيد الاخرة. طيب يعني ايه شهيد الاخرة؟ هو من مات لإعلاء كلمة الله، هو ده الشهيد. يعني اخواتنا في فلسطين لازم تبقى نيتهم مش استرجاع الارض، مش عشان فلسطين غالية علينا، مش بنجاهد عشان خاطر بلدنا وتراب بلدنا ونحافظ على بلدنا، مش دي النية يا جماعة. النية هي اعلاء كلمة الله، ناخد القدس منهم، ناخد المسجد الاقصى منهم، ناخد المنطقة اللي ربنا سبحانه وتعالى بارك فيها، دي منطقة للمسلمين، المفروض انها دي ارض مغتصبة، اليهود اغتصبوها مننا، فاحنا عقيدتنا هي استرجاع الارض دي، مش ارض فلسطين كده وخلاص، لا، الارض المباركة، عشان نحافظ على المسجد الاقصى حتى لا ينتهك. عايزين كلمة الله تكون هي العليا في المنطقة دي. انتوا اسمكم المرابطين اللي قاعدين وانتوا عارفين انتوا هتموتوا، انتوا عارفين كده، ما اجملها من الموت يا جماعة، ما اجملها من الموت بجد. احنا كده بنموت، فالموت مش هو القضية الكبيرة، هي فكرة هموت على ايه وهموت ازاي وايه السبب الموت يعني. فاحنا ما نحزنش على الشهداء مننا يا جماعة، احنا نفرح لهم ونتمنى زيهم الشهادة. انا عايزاكي تبكي، بس تبكي على حالك انت، تبكي على حالك ازاي؟ انك انت يعني نعتبر من الاحداث اللي بتحصل لنا هنا بقى الناس المعافين يعني من الزلازل، والناس اللي ربنا عفاهم من الابتلاءات والامراض، والناس اللي ربنا عفاهم من الحروب والدمار اللي بنشوفه حوالينا، نحذر من ان احنا نكون من اللي ربنا امهلهم واللي ربنا ادهم فرصة تانية. ان احنا لو لم ننصر الدين لن ننصر. يا جماعة عايزة اي واحدة بتسمعني دلوقتي، خدي دلوقتي قرار، انا هنصر ديني في نفسي اولا. ازاي تنصر الدين في نفسك؟ بتسمع كلام،
اسمعي كلام، شوفي اللي ربنا امرك بيه تعمليه واللي نهاكي عنه تنتهي. نقطه من اول السطر، اللي حرام مش هعمله ولو على رقبتي، مش هلبس اللبس ده تاني، خلصت. مش هقعد في وسط الرجاله واقعد اضحك واهزر معاهم، خلصت خلاص. صوري ربنا في نفسك، اديكي شايفه اللي حوالينا واديكي شايفه الاحداث بتجري بسرعه جدا، محدش عارف، تنقلب الاحوال وتندمي وتقولي يا ريتني كنت اعتبرت من اللي كان بيحصل حواليا. فانصوري الله في نفسك اولا، ولو كنت نصره يعني دين ربنا في نفسك، ابتدي بقى انصوري الله فين؟ في اولادك، في بيتك. اوعي تروحي تدعي بره وانت سايبه البيت جوه مخروب وسايبه الاولاد ضايعين وتقولي اصل انا هعمل لهم ايه، انك لا تهدي من احبابته والكلام. لا لا، جهدي في بيتك، جهدي مع اولادك. اوعي تطلعي بره تصلحي وبيتك جوه خربان، لا غير مقبول على فكره، غير مقبول. وانا شفت ستات كده كتير تطلع بره تقعد تدعو وتقعد مش عارفه تقول الله وقال رسوله وبيتها جوه خربان. لا والله ما في بركه، والله ما في بركه من الكلام ده. ريحوا نفسكم، مفيش حل، احنا ملناش غير البيت. كل واحده فينا تبص على بيتها وزوجها وتشوف بيتها ماشي كما يرضي الله. يلا يا ست انطلقي بقى وشوفي بقى قرايبك واخواتك وجيرانك واصحابك والكلام ده كله. انما خربت الدنيا في البيت، كنتي محجبه وعيالك مش محجبات، ولا ما بيصلوش ولسه عامل لهم ايه؟ لا خلاص حضرتك يعني لسه همتك مش تمام. بس اظن الاحداث دي هتعلي الهمه ان شاء الله. نسال الله رب العرش العظيم ان ينجيهم من شر عدوهم ومن مكر الامم بهم، ويعلي كلمه لا اله الا الله في منطقه القدس، وترجع فلسطين لاهلها، ويرجع المسجد للمسلمين، ويجمع شمل الامه. يا رب تجمع شمل الامه يا رب. يا رب ما هزمنا الا بسبب الفرقه، تقسمنا يا رب ناس سلفيين وناس اخوان وحماس وفتح والكلام ده كله يا رب. يعني القوه ده يا رب اللي شتت شملنا، التعصب لارائنا، كره من يخالفنا. اللهم جمع شمل المسلمين يا رب، اللهم جمع كلمتهم يا رب، واحد كلمتهم يا رب، واحد نيتهم يا رب، واحد هدفهم يا رب. واحنا يا رب ما لناش غيرك يا رب، احنا ما لناش غيرك يا رب. لا حول ولا قوه الا بك، لا حول ولا قوه الا بك، لا حول ولا قوه الا بك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.